حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. وصف عضو اللجنة المالية السابق أحمد حمى عملية حظر وسحب النقدية والتحويلات الخارجية بالدولار من المصارف والتداول اليومي بالعملية الصعبة والتي ستؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد، مضيفا أنها ليست حلا. وقال النائب السابق حمى إن هذه العملية ستزيد من هيمنة السوق الموازية، مما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في سعر الصرف لمستويات لا يمكن لأي خطوات حكومية أن تتحكم بها. قال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تبيع العملة الأجنبية في الأسواق، وهو يعمل بمثابة الصراف، ولا يوجد بنك أو مصرف في العالم يبيع العملات الأجنبية. وبيّن الخبراء أن من المفترض أن تترك القضية للسوق السوداء، ويقوم البنك المركزي والمصارف الأخرى بتبديل وتحويل العملات الأجنبية بالسعر الحكومي كي يستقر سعر الصرف ما بين السعر المحدد حكوميا ولا يتجاوز 1370 دينارا للدولار الواحد. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 775 مليون دولار، وبلغ المعدل اليومي لمبيعات البنك خلال الأسبوع الماضي نحو 194 مليون دولار، لتسجل انخفاضاً عن مبيعات الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغ معدل مبيعات البنك حينها أكثر من 194 مليون دولار. كانت أعلى مبيعات للدولار يوم الأربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه أكثر من 196 مليون دولار، فيما كانت أقل المبيعات يوم الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيه نحو 192 مليون و66 ألف دولار أمريكي. أغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بلغ دولاراً و60 سنتاً ليصل إلى 80 دولاراً و79 سنتاً، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 10 دولارات و92 سنتاً. وأغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض أيضاً بلغ دولاراً و60 سنتاً ليصل إلى 94 دولاراً و66 سنتاً، ليسجل خسائر أسبوعية كبيرة بلغت 10 دولارات و82 سنتا. وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 51 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و58 سنتا، إلا أنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 9 دولارات و35 سنتا. توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط من بينها العراق، إضافة لدول شمال إفريقيا في السنة الحالية إلى 1.9% قياسا على نمو بواقع 6% في السنة السابقة. وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن التباطؤ الاقتصادي جاء نتيجة خفض إنتاج النفط في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022 وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.